السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النجاح في الرياضيات، الصفحة 69، الأعداد العشرية، الخارج، تمارين ومسائل. إذن أولا أتم إنجاز العمليات التالية. إذن هنا 21/6، نقرب لكم. إذن 21 شحال فيها من 6؟ فيها 3. 3 × 6 18، 21 ناقص 18 تساوي 3. 3 كم فيها من 6؟ لا يمكن، أضع صفر وأضع الفاصلة. 3 كم فيها من 6؟ فيها 5. 5 × 6 30. 30 طرح 30 صفر. 116 كم فيها من 16؟ فيها 7. 7 × 16 112. 116 طرح 112 4. 4 كم فيها من 16؟ لا يمكن، أضع الفاصلة وأضيف صفر. 40 كم فيها من 16؟ فيها 2. 2 × 16 32. 40 طرح 32 تساوي 8. 8 كم فيها من 16؟ لا يمكن، أضيف صفر. 80 كم فيها من 16؟ فيها 5. 5 × 16 80. 80 طرح 80 تساوي صفر. إذن الخارج هنا هو 7.25 والباقي صفر، وهنا أيضا الباقي صفر. ثانيا، تملك فاطمة برميل يحتوي على 726 سنتيلتر من الزيت الزيتون، لديها قنينات سعة كل واحدة منها 33 سنتيلتر. إذا أفرغ هذا الزيت في قنينة في كل القنينات بالتساوي، فما هو عدد القنينات المملوءة؟ إذن سنقسم محتوى الزيت على سعة القنينات، أي سنقسم 726 على 33 تعطينا 22، واثنان وعشرون هو عدد القنينات المملوءة. إذن ثالثا، أضرب المقسوم عليه والمقسوم في عدد مناسب للتخلص من الفاصلة، ثم أنجز العملية على ورقة مستقلة. إذن عندنا هنا 8.25، عندنا 2.75. إذن الفاصلة جاءت في بعد رقمين بعد الفاصلة، وهنا أيضا بعد رقمين. إذن سنضربها في 100، 100 لديها صفران، إذن لنتخلص إلى على الفاصلة، ستصبح 825 مقسومة على 275 تعطينا 3 والباقي صفر. إذن ستنجزون العملية على ورقة مستقلة. هنا 9.45 في 100 ستصبح 945 مقسومة على 270 تعطينا 3.5 والباقي صفر. هنا سنضربها في 10، لأن هنا ما عندناش الفاصلة ولكن هنا كاين الفاصلة. إذا أنا سنحتاج إلى رقم واحد، إلى صفر واحد، إذا 10. ولكن إذا ضربنا هذا في 10 وحيدت لنا الفاصلة، خاصنا هذا نضربه في 10، هنا ما كاينش الفاصلة، إذا سوف نزيد صفر كما درنا هنا. إذا ستصبح 9350 مقسومة على 275 ستعطينا 34 والباقي صفر. هنا 3.25، 3.2 لنتخلص من الفاصلة سنضربها في 10 ستصبح 32، وهنا لا يوجد فاصلة سنضيف صفر، لأن العدد الذي نضرب فيه المقسوم نضرب عليه أيضا المقسوم عليه. إذا تصبح 32 مقسومة على 50 تساوي 0.64 والباقي صفر. إذا رابعا أتم ما يلي. إذا 49 كم فيها من 6؟ فيها 8. إذا قالك هنا الخارج العشري المقرب إلى 1، يعني ها هو 1 هو هذا. إذا هنا 415 على 17، الخارج العشري المقرب إلى 0.1 هو 70، يعني ما كاينش الفاصلة، ما لقيتش الفاصلة، ما خرجش لي الخارج العشري هنايا، وهنايا خرج لي الخارج العشري المقرب إلى 0.01 هو 5.28. إذا بالنسبة هنا كاتبين الخارج العشري المقرب إلى 0.1 بتفريط هو 70، وبإفراط هو 71، هنا أيضا بتفريط 8 بإفراط 9. هنا
بتفريط 5.28، إذا بتفريط المقرب إلى 0.01، أي رقمين بعد الفاصلة كما كنقول لكم ديما. إذا بتفريط غنحطو هذا، وبإفراط هذا الرقم 8 سنضيف عليه 1، هي 5.29. إذا عندنا هنا خامسا ساعد مجلس تدبير الأستاذ عبد الله على تنظيم رحلة مدرسية لفائدة تلامذته بدفع مبلغ قدره 1000 درهم، علما أن عدد التلاميذ هو 36 وأن مصاريف رحلة تقدر بالمبلغ 4204 درهم. أحسب المبلغ الذي سيدفعه كل تلميذ. أول شيء سنضع 4204 ناقص 1000 درهم لتبرع بها مجلس التدبير، ستصبح 3204. هاد 3204 سنقسمها على 36 تلميذ، حيث كل تلميذ خاصو يؤدي واحد الواجب لهاد الرحلة. إذا 3204 مقسومة على 36 تعطينا 89 درهما للتلميذ الواحد. إذا المبلغ الذي سيدفعه كل تلميذ هو 89 درهما. سادسا اشترت جمعية آباء وأولياء التلاميذ 96 حقيبة لفائدة التلاميذ المحتاجين بمبلغ قدره 5827.2 درهم. ما هو ثمن الحقيبة الواحدة؟ إذا سنأخذ 5827.2 نقسمها على 96 حقيبة وتعطينا 60.7. إذا ثمن الحقيبة الواحدة هو 60.7 درهم. إذا سابعا عند فاطمة 12.5 درهم أرادت شراء كيلوغرام واحد من الأرز، وساعد فاطمة على اختيار نوع الأرز حسب قدرتها الشرائية. إذا لدينا الأرز ألف والأرز ب، إذا الأرز أ والأرز ب بالأحمر. الأرز أ ثمنه 282 درهم ل23.5 كيلوغرام، وثمن الأرز ب بالأحمر 305.5 درهم لثمن 23.5 كيلوغرام. إذا سوف نأخذ في الأول ثمن الأرز أ ونقسمه على 23.5 كيلوغرام. إذا 282 مقسومة على 23.5 تعطينا 12 درهم. والأرز ب ثمنه 305.5 نقسمها على 23.5 تعطينا 13. وعند فاطمة 12.5 درهم فقط، إذا لن تقدر على شراء الأرز بي لأنه ب13 درهم للكيلوغرام الواحد. إذا سوف تختار شراء الأرز ب12 درهم، وهو الأرز أ بالأزرق الثمن ثمنه ل23.5 هو 282. إذا نوع الأرز الذي سوف تشتريه فاطمة هو الأرز أ بثمن 12 درهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.